احتفل مكتب الثقافة بتعز بإشهار عدد من إصدارات الكتب ودواوين الشعر الهادفة التي تنوعت ما بين الشعر والأدب والدين والثقافة والسياسة. نحن اليوم نحتفل بإصدار عدد من الكتب ودواوين الشعر لعدد من المؤلفين والكتاب. هذه الفعالية التكريمية أو الإشهار للكتب تأتي في إطار حرص مكتب الثقافة على دعم وتشجيع كل المؤلفين والكتب. أصدر كتاب في طياته نسيج أدب التعامل الإنساني والشريعة الإسلامية بأسلوب يتناسب مع الإنسان وتعامله في حياته ودينه. الكتاب عنوانه توجيهات نبوية في السلوك والتربية، يقع في 320 صفحة، وهذا الكتاب هو الجزء الأول من 4 كتب إن شاء الله في طريقها للطبع. موضوع هذا الكتاب هو جوانب أخلاقية وذوقية وآداب في المجتمع في أمس الحاجة إليها، وهذه الموضوعات لا تكاد تذكر في مواطن الخطب والدروس والتوجيهات بشكل عام. فمثلا من عناوين هذا الكتاب: كن مهتما برائحتك، كن حاملا للجميل، كن طيبا للكلمة، كن عفيفا، كن ودودا، كن زوجا ناجحا، كوني زوجة ناجحة، كن رؤوفا، كن جابرا للخواطر. فكله في الذوقيات وكله في الأخلاقيات، والسلسلة تدور في هذا الجانب، وتمتاز أيضا بأحاديث نادرة صحيحة قلما يسمعها كثير من المتخصصين فضلا عن أحمد. وكان الشعر ديوان وكتاب تنوعت فيه القافية والوزن والأوزان الشعرية. في ديوان غيمات آب، والذي هو مؤلف من 4 أبواب: رباعيات ومنوعات، شعبي وفصيح، وابتهالات ومواعظ، ومناسبات سنوية هكذا. وبمناسبة مكتب الثقافة نرتقي وبهم نتعلم ونحتفي ومسرورين جدا بهذا الاحتفال وبهذه المشاركات القيمة، وأنهم ينظروا إلى الشعر والأدب لكي يعيدوا للثقافة أثرها. مكتب الثقافة اليوم افتتح العديد وإشهار العديد من الكتب التي عصرتها المجتمع، والشعر والأدب، وأيضا موجود فيها كتبا للدين. احتفاء بالإنسان.